كل عام والبحرين بخير. يا اهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا. فنانة بحرينية استطاعت أن تسرق حب الجماهير من خلال الأدوار اللي قدمتها. هادئة ملامحها، هادئة صوتها، جريئة في أدوارها. خلونا نتعرف عليها ونشوفها في هالتقرير. عمي أحمد، شلونك عمي؟ بخير يا بنتي. أقدر أكلمك؟ إيه، ما وراي شيء. في شيء شاغل بالنا. خير يا مريم؟ شايفينك هاليومين متغير علينا، لا تشتهي تقعد معانا ولا تشتهي تسولف. احنا ضايقناك في شيء؟ لا لا يا مريم يا بنتي، لا تقولين هالشكل. انت تدرين انا ما عندي اغلى منكم في هالدنيا. عيل ايش صاير؟ ما ادري ايش اقول لك يا بنيتي. على صدري جات مهم ثقيل، ما اقدر اشيله بروحي. نقدر نساعدك. يا ريت يا ريت احد يقدر. من بعد ما تعرفنا على فنانتنا، وهي اكيد مو محتاجه حق التعريف، فنانتنا هيفاء حسين. يا اهلا ومرحبا فيك، وكل عام وانتي والبحرين بخير. وانتم بخير والصحه والسلامه، واكيد بهالمناسبه اهنيكم وهني البحرين حكومه وشعبا، ونقول يا رب الله يديم عليها نعمه الامن والامان، ونشوف دوم بحريننا في العلالي مثل ما يقولون. اللهم امين. هيفاء، يمكن برجع لك بالزمن اللي ورا وايد، برجع لك من البدايات، بديتي مع فرقه البحرين. وايد، لان انا ترى زهايمر صاير. بس عشان الناس تعرف، متابعين هيفاء حسين ومحبينهم ومعجبينها، عشان يعرفون هيفاء حسين بدت مع فرقه البحرين للموسيقى وكانت تشارك. اي فرقه ذي؟ ما قد سمعت عنها. ما قد سمعت، بس كنت في الكورونا اياهم بطلع الفيديوهات ترى. لا لا اكيد اكيد. حدثينا عن هاي التجربه، شلون كانت وليش اتجهتي حق الموسيقى من البداية؟ شوف، هو كل الناس تعرفني أكيد كممثلة، بس في بعد ناس وايد ما يعرفون أن أنا من الأساس موهبتي العزف، يعني على الأورج أو البيانو. ففي الصغر كنت وايد أعزف، وكنت في هالأثناء بعد أغني مع العائلة والوالدة، والوالدة كانت وايد تشجعني على أني أطلق صوتي يعني وأغني مع العزف. فسمعت عن فرقة البحرين الموسيقى العربية، هي طبعاً تابعة لوزارة الإعلام، والحلو في هذه الفرقة أنها تغني أغاني عربية وموشحات، ويعني تسقل الصوت وتسقل الموهبة. فحاولت مع الوالدة على أني يعني أنضم لهذه الفرقة، والحمد لله نجحت وانضميت لها. صحيح أني ما استمريت وايد بحكم أني أنا دخلت مجال التمثيل في نفس الفترة، وظليت تعرف يعني بين السفر والتصوير وانشغلت وايد، فما قدرت أكمل مع الفرقة. يعني نقدر، لكن ظليت تقريبا في حدود السنتين يعني أحضر البروفات وشاركت في كذا حفلة، وكانت تجربة يعني صراحة من أهم التجارب في حياتي، لأن أكيد هي الانطلاقة الأولى في المجال الفني والإعلامي. يعني حاولت أني من خلالها صراحة أني أتدرب، لكن التمثيل خذاني صراحه. يعني نقول انت فضلت التمثيل بشكل اكبر، بما انه هو كان في نفس الفتره ودشيتي مجال التمثيل، فانت فضلت التمثيل بشكل اكبر، والله شفتي ان موهبتش في التمثيل هي الافضل. شفت روحي في التمثيل وايد اقوى، لان صوتي حسيته متواضع. صحيح اني احب، لكن مو كل شيء الواحد يحبه معناته هو ممكن يبدع فيه. لذلك اتجهت للتمثيل اكثر. وبعدين احنا في سوق البحرين بالذات اكيد احنا عندنا الدراما التلفزيونيه اقوى بوايد من مجال الغناء يعني. منذر؟ نعم. ايش رايك في سياقتي؟ وانا اشتراني شلون سياقتك بالله؟ ما تعرف؟ لا اشتراني، ايش هالسؤال الغريب؟ المفروض تسالين المدرب اللي يعلمك، مو تساليني انا. انا ابي افهم شيء واحد بس. شنو؟ لما انت تلاحقني بسيارتك من مكان لمكان، ايش تبي تكتشف؟ ان انا اخونك مع مدرب السياقه مثلا؟ ولا ماخذه دروس سياقه حجه علشان العب على كيفي؟ نادي، انا مو فاهم اي شيء من اللي انت قاعد تقولينه. ممكن توضحي لي بهدوء؟ واحنا راجعين البيت يقول المدرب انه شاف واحد صار له يومين يلاحقنا من مكان لمكان. ليش؟ ما ادري، حتى هو يظن واحد من اهلي يبي يطمن على سلامتي.
والشخص هذا تعرض لك؟ ضايقك في شيء؟ لا، أنا أصلاً ما حسيت فيه، المدرب اللي نبهني. يطلع منه هذا بعد؟ وأنا إيش دراني؟ أنا قلت ما في غيرك يسويها. وأنا ما عندي شغل يعني؟ بهد محلي وأمشي وراك أشوف شلون تروحين بسيارة التعليم؟ أي زوج غيور مثلك ممكن يسويها؟ كلنا غيور عاد، بس مو لهالدرجة. نادية، من باكر بيجي تنتبهين عدل وتشوفين الشخص هذا اللي لاحقك منه، سواء عرفتي ولا ما عرفتي بلغيني. أنا أعرف شلون أتصرف معه. نرجع بالزمن اللي ورا بعد في الدراما، وظهورك كان في مسلسل نيران في دور مريم، لخصتي دور وشخصية مميزة، كنت جريئة نوعا ما. أنت محظوظة في نفس الوقت أن أنت اشتغلتي مع كوكبة مميزة في المجال الفني على مستوى الخليج العربي، ومع الأستاذ أحمد يعقوب المغلى أكيد نوجه له تحية ونوجه كل الفنانين اللي كانوا مشاركين في هذا العمل. ما ترددتي في البداية مريم، خصوصا مريم اللي هي هيفاء، ما ترددت مريم؟ وللحين أنا أحس مرتبط اسمي بمريم، سبحان الله. يعني في أن تتخذين هذه الدور؟ لا 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 أبداً، لأن أصلاً أنا سعدت بصراحة يوم انعرض علي الموضوع، والسبب الأول اللي خليني ما أتردد هو اسم المخرج، هو أستاذ أحمد المقلع. مثل ما أنت عارف يعني أي واحد في هذا المجال أكيد يحلم أن يقف يعني مع أستاذ أحمد المقلع ويتعلم منه. أنا ما احتجت أني أدخل معهد تمثيل أو أدرس تمثيل بسبب مشاركاتي مع أستاذ أحمد المقلع، فهي كانت أهم تجربة في حياتي الفنية، وبسبب هذه التجربة أنا موجودة اليوم بهذه القوة. أتمنى أن أكون بهذه القوة. لا يعني بالعكس، أنت بشرفتنا ورافع دائما علم البحرين في العالم. بس هيفاء، ما تعتبر أن نفسك جريئة نوعا ما في 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 تلخصين شخصية مريم، خصوصا أن كان في بعض المشاهد اللي هو الاغتصاب؟ هو العمل ككل أصلا أنا أتوقع كان صادم، لأن قبل مسلسل نيران ما كان في هذه النوعية من الأعمال اللي فيها شوية في بعض المشاهد فيها عنف، خصوصا مشاهد القتل والحرب هذه النفسية اللي بين بن زيدان وبعدين عاد المشاهد اللي بعدين اللي أنا أدخل فيها مع بن زيدان واغتصاب وكذا. فهي مشاهد فعلا جريئة، بس أرجع وأقول يعني أستاذ أحمد المقلع بخبرته أكيد حتى لو كان العمل جريء، لأنه يظهر العمل ويقدمه للناس بدون ما يخليهم يتقززون من هذه النوعية من المشاهد. في حرص يعني باختصار. بالضبط. أنا منحوس. ليش تقولين كذي يا بنيتي؟ كل اللي حبيتهم وحبوني راحوا، أمي العودة ويابر، والحين أمك العودة الله اختارها، يابر وأحمد برجعون بإذن الله. متى؟ قريب إن شاء الله. يا بنيتي أنتي مالك ذنب، أنا الغلطانة، ما كان لازم أخليه يروح، بس هذه إرادة الله. في ناس كثير يمكن يقولون هيفاء حسين يعني أم دميع في مصطلحنا. أيوة. أو كلام البحريني. دائما يمكن هيفاء شفناها في أو في الغالب شفناها في الأدوار الهادئة المسالمة اللي دائما مغلوب على أمرها، دائما هي البتشاية بعد صياحة تمشي أم الحيط مثل ما يقولون. هل هيفاء كانت متعمدة أن تتبعها أو تختار هاي الشخصيات والأدوار بحكم يمكن ملامح شكلها، صوت، نبرات صوت، وحتى ملامحها ما كانت حادة أنها ممكن تلخص شخصية أنها تكون شريرة مثلا؟ هو مثل ما قلت ملامحي مساعدة على يمكن الطيبة يعني، بس شاركت بعمل في بداياتي وعملين في هذه الأدوار اللي فيها نوع من الحزن ونوعا ما في بعض المشاهد تكون فيها كآبة يعني. فالمخرجين شافوني أنا قاعدة أعطي هذه النوعية من الأدوار حقها، فبالتالي
هم حصروني، يعني أنا بالعكس أنا كنت أحاول أني أنوع، لكن في النهاية أنا كممثلة أكيد تيني عروض فأختار الأفضل. يعني أنا كنت أختار العمل اللي يقدمني بشكل أقوى ولي حضور أقوى، فلقيت نفسي في هذه النوعية من الأعمال، يعني هذه اللي تنعرض علي. ما كنت تلاقين صعوبة في الصياح؟ تصيحين بسرعة؟ لا، شوف، هو أنا ألاقي صعوبة في أني أنزل الدمعة صراحة. الحس موجود عندي وبقوة يعني، وأحياناً قاعدة أعطي حس حتى بدون دموع، وأستعين بمادة الجلسرين علشان تساعدني في أني أقنع المشاهد، لأن المشاهد يعني يشوفني مثلاً أصيح بحرقة وما في دموع أكيد ما يقتنع، فالجلسرين كان يساعدني في بعض المشاهد، لكن من ناحية الحس لا أبداً ما في صعوبة. إنزين، نرجع نكمل مشوارنا لمسلسل ليلى. ليلى هيفاء حسين تميزت فيه وكان على جزئين على ما أعتقد، أو إذا انصح التعبير ثلاث أجزاء. هيفاء تميزت في مسلسل ليلى، يمكن طلعت بعدة شخصيات في هذا المسلسل، تدرجت في الأدوار، يمكن من إنها شخصية شابة ولما أكبرت في هذا المسلسل. شو يعني لش مسلسل ليلى خصوصا أنه هو مستمر ثلاث أجزاء؟ شوف، أنا يوم انعرض علي المسلسل حبيت الفكرة وقريت الملخص قبل الحلقات، حبيت الجو العام لأنه كان شيء جديد على الساحة عندنا في الدراما الخليجية. مسلسل ليلى كان نقلة مثل ما في بعض الأعمال كانت يعني من أهم المراحل في حياتي الفنية، مسلسل ليلى أيضا نفس المسألة. اختصر لي سنين، يعني خلي أقول بحتاجها علشان، أو أعمال كثيرة بحتاجها علشان أتوسع أكثر، إلا أن مسلسل ليلى ساعدني وكان من أيضا الأعمال اللي خذيت فيها دور البطولة المطلقة، طبعا بجانب الأستاذ إبراهيم الزجالي، الفنان إبراهيم الزجالي. الثلاث أجزاء أنا كنت ضدها بصراحة، لأن بشكل عام إحنا كخليجيين نفسنا قصير في الحلقات، يعني الكاتب يوم يكتب 30 حلقة بطلعت الروح كتب شيء زين، فيوم أنت تكتب جزء ثاني وثالث فمعناته أنت تتكلم عن 60 أو 90 حلقة، فهذه محتاج نفس. وما شاء الله يعني الكاتبة ليلى الهلالي وجه لها تحية، صار لها سنين طبعاً ما قدمت أي شيء، يعني بعد مسلسل ليلى ننتظر شيء مع هيفاء بعد مرة ثانية ترجع. نتمنى والله، يعني مسلسل ليلى لقى نجاح ما ننكر، رغم أني أنا ضد الأجزاء إلا أنه لقى نجاح واسع وكبير، ومو بس على مستوى الخليج، أيضاً توسع المستوى ما شاء الله الأردن وسوريا ومصر، يعني على مستوى نطاق العام الوطن العربي. بس ما ترددت أنه يكون مسلسل خليجي على ثلاثة أجزاء؟ يمكن المعروف فيه يمكن دراما التركية أنها هي حلقات طويلة وغيرها، بس أنه ثلاثة أجزاء ومسلسل خليجي نقدر نقول شوية فيه جرأة، خصوصا يمكن اذا بنرجع مو بس انه مو ب 2016 ولا في 2017، نتكلم يعني عن قبل 3-4 سنوات. واعتقد وقتها كان في بداية الأعمال التركية، أي يمكن انتشارها هني بدأ في انتشرت في ذيك الفترة، يعني. بس هو أساسا إحنا مستوحين هذه الجانب الرومانسي والموسيقى التصويرية، الهدوء في هذه النوعية من الأعمال، استوحينا يعني هذه الفكرة منهم أو هذه المسألة منهم وحطيناها في عملنا، وكان مثل ما قلت لك يعني هذه أول عمل خليجي يكون بهذا الروح، يعني شيء جديد، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، أكيد نتمنى نستفيد دائما. بنبتعد عن الدراما، بنبتعد عن التصوير وغيره. هيفاء حسين البحرينية، يعني هاي الشيء المميز يمكن في هيفاء حسين، وهاي الشيء اللي جدا يعني أنا يعجبني في هيفاء أن هي ما زالت ملتزمة بالشخصية البحرينية اللي فيها شوي حيوية، فيه هدوء، حتى في لقاءات مثل ما نشوف اليوم طالع بدأ فتش وشيلتش، يعني هذه الأمور كلها يمكن هيفاء حسبت لها ألف حساب. ليش يعني خصوصا أن احنا في زمن التطور، في تفتح وانفتاح، وتمثلين شخصيات مختلفة وقدام الكاميرا تكونين صحيح أتحرر أكيد من العباية والشيلة على حسب الدور، لكن إذا بتكلم عن
البيئة اللي أنا نشأت فيها. يعني هو من الأساس إحنا ما قاعدة أقول لك إن إحنا يعني مثل ما أنتم شايفين أنا مو بمتحاجبة، لكن تربينا في بيئة محافظة، وفي أحيان كثيرة نحاول نحن نلتزم بالعباية والشيلة من باب الحشمة. يعني اللي صاير إن أنا كل ما أكبر أحس بالمسؤولية أكثر. دخولي للمجال الفني صحيح إن في البدايات كنت أنا وايد سعيدة بالشهرة وإن كل الناس تعرفني وقاعدة أروح لطريق النجومية. صحيح إن المجال الفني يخليني في بعض الإيفنتات أو الفعاليات أو الأدوار اللي أقدمها في المسلسلات تخليني أتحرر من العباية والشيلة وألبس على حسب ما الشخصية تطلب مني. إلا أني بعد بالمقابل لقيت نفسي أمام مسؤولية في أن أنا أظهر بشكل يلائم عاداتنا وتقاليدنا. صحيح. بالشكل اللي يتقبلني فيه مجتمعنا. أرجع وأقول مثل ما قلت بأن في تطور سريع في حياتنا بشكل عام. صح. صرنا مطلعين على العالم الآخر في ظل السوشيال ميديا اليوم. يعني حتى الأطفال ما قام ينخش عنهم شيء، يعني حتى لو تحاول أن تفهمهم بعض التفاصيل إلا أنه يلاقون نفسهم أمام العالم منفتحين ويفهمون أكثر مني ومنك. في ظل هذا التطور والانفتاح على العالم أكيد إحنا محتاجين أن إحنا نتمسك أكثر بعاداتنا وتقاليدنا. ما قاعدة أقول لك أن إحنا لازم وايد نكون متزمتين وإن متشددين، لا 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 بالعكس، يعني مهم إن الواحد يكون معتدل، خصوصاً إن الفنان قدوة بالنسبة حق معجبينه ومتابعينه. بالضبط، يعني الاعتدال هو الطريق الأسلم، يعني في إنك أنت تمثل بلادك، تمثل العادات والتقاليد لمجتمعك، تمثل الفن المحترم، تمثل أمور كثيرة. يعني مثل ما قلت إحنا قدوة. صحيح. فهم مثل ما احنا نطلع في المسلسلات بشكل لازم يكون لائق لمجتمعنا. اليوم في وجود السوشيال ميديا، وجود حساباتنا وقبلنا على نفسنا ان احنا نشارك الناس حياتنا حتى الخاصة، فلابد احترام المجتمع واحترام الناس واحترام انفسنا قبل اي شيء. سؤال، شنو مستفيد لما تقط كلام غير لائق، تشتم، تنتقد بشكل جارح، ما فكرت في ردود فعل الناس؟ زين، خلنا نتخيل ان هذا الشخص نفسه سبك واهانك وقدام كل الناس، لكن هالمرة من ورا الشاشة. قد مرة جربت انك توجه كلامك اللي تكتبه في مواقع التواصل الاجتماعي لنفسك؟ الحرف، الكلمة، الصورة مسؤولية عودة عليك وامانة، بقدر ما الكلمة امانة عند كل انسان. الكلمة الطيبة دويه، علاج حق الناس كلها. إذا بيكتب أكتب كلمة حلوة تفرح الناس، تفرح العود والصغير. لهاليوم الأمهات والجدات والعيال والشباب الكل يشارك في الواتساب في الانستغرام، خل نستفيد منه بشكل إيجابي. قل خيرا. 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 نروح حق هيفاء الإنسانة اللي تشارك دائما في الأعمال الإنسانية، الأعمال التطوعية. كانت لك عدة حملات تطوعية شاركت فيها وأطلقتيها، بالإضافة أن أنت كنت سفيرة لأكاديمية ريال مدريد الخيرية في البحرين. ليش هيفاء اختارت العمل الخيري والتطوعي من زمان، مو من الحين، مو بانتشار السوشيال ميديا؟ اي عندي تجارب صراحة. يعني شوف، احنا قبل لا أكون أنا فنانة أنا إنسانة. صحيح. فلابد ان احنا ما نفصل مساله اني انا لي دور انساني في حياتي وبين الناس والمجتمع، مثل ما لي دور كفنانه واني اقدم رساله المفروض تكون ساميه وايجابيه وفيها توعيه وتوجيه للمجتمع. لان احنا قدوه، ولان احنا دورنا مهم كأناس يعني عاديين وكفنانين، فلا بد ان احنا ايضا يكون لنا تواجد في الحملات هذه الانسانيه. في ترى مواقف وايد احنا ما نعرضها على السوشيال ميديا ولا نتكلم عنها اعلاميا، لان نحب ان احنا
يعني نبادر بدون الشو. لكن ما ننكر ان في مواقف كثيره مهم ان احنا نعلن عنها، لان احنا قدوه ونبي الناس بالذات صغار السن يقتدون فينا، يعني نبي الناس تاثر بهذا الجانب الايجابي في حياتنا، عرفت شلون؟ صحيح. فهذه هو دورنا يعني. شيء وايد حلو ان يكون الفنان مساهم في العمل الخيري والانساني وينشر ثقافه جميله اللي هي ثقافه العطاء والمشاركه والتطوع ايضا. تطوع، انا عندي كذا تجربه مع كذا حمله، هم متطوعين واحنا بعد متطوعين معاهم. اكيد هذا شيء وايد حلو. زين نروح حق هيفاء البحرينيه، هيفاء حسين البحرينيه اللي عايشه في الامارات. انت زوجه للفنان الكبير الدكتور حبيب غلوم، مبتعده عن البحرين، ما تحشج البحرين هيفاء؟ كوني موجوده في البحرين. موجوده في البحرين بس اقول شيء رايح المطار. هو شوف المساله، لاني انا طبعا متزوجه من شخص إماراتي، فشيء يتطلب غصبا عني أني أنا أتواجد شوي في البحرين وشوي في الإمارات، لكن ما لي غنى عن البحرين أكيد. ما يعني توحشت البحرين، أكل البحرين، ريحة البحرين؟ لا، من قايل لك أصلا في الإمارات أنا ما أطبخ للبحريني. تطبخ ها يعني يعني نقول هيفاء حسين؟ لا لا، مو أطبخ أطبخ، بس أني إذا طبخ أطبخ. شنو أكثر طبخة تحبها هيفاء وتطبخها؟ شوف يعني بشكل عام أنا أحب الصافي يعني. المقلي مع بس الصافي البحريني غير عن الصافي الاماراتي بعد. اي لا لا، اتعب وانا على فكره ما احصل مثل الصافي البحريني. بس البحرين توحشني وما لي غنى عنها. لا تنسى اهلي موجودين هني، ولدي بعد لا زال يعني يدرس الحمد لله، الحين اخر سنه سعادة. توجيهي ان شاء الله بيتخرج يدش الجامعه يا رب. ان شاء الله تبلغيني في الدراسات العليا ان شاء الله يا رب. فما لي غنى يعني، ما اقدر اغيب فتره طويله، وغير ان هذه موطني الاصلي يعني ما لي غنى. يعني انطلقتش في البحرين، بدايتش في البحرين، لابسه علم البحرين، واحنا نعيش اعياد البحرين. هيفاء شلون تعبر عن حبها للبحرين؟ والله هي عند اصعب سؤال. يعني اي شخص في الدنيا يعني كيف ممكن يعبر عن حبه لبلاده؟ انا اعتقد انه الإجابة بالكلام وايد صعب. الإنسان علشان هو مو محتاج إنه يثبت للجميع حبه لبلاده أو يثبت وطنيته، إنما كل ما هو اشتغل على نفسه في إنه على حسب المجال اللي هو فيه طبعاً، يساهم في إنجاح هذا المجال، يساهم في مسألة أنه يرفع من مستوى هذا المجال، فبالتالي هالشيء مرتبط باسم بلاده، فراح يمثل بلاده أفضل تمثيل. أنا مشتغلة على هذه المسألة على فكرة. أنا نزلت فيديوهات من قبل على السوشيال ميديا، هذا كنت بتكلم عنه، وقلت بأنه ترى وايد سهل أنه أنا أشيل الشال الأحمر أو العلم، علم البحرين، وأبوس العلم وأطلع عاد في الفعاليات الوطنية وأهتف نحبك يا البحرين، وهذه أسهل شيء في الدنيا. صح. لكن إذا ترجع للواقع في كثيرين منهم يعملون الشغلة هذه، لكن هل هم فعليا عطوا شيء للبحرين؟ احنا نتمنى الكل يعطي هالشيء، احنا كان بالفعل أو حتى بالمشاعر. احنا نبي بالفعل قبل المشاعر، لأن الفعل أصلاً يعبر عن المشاعر. الفعل هو دليل اللي في قلبك وفكرك وعرفت شلون. فأنا هذه المسألة يعني اليوم مثل ما قلت لك، أنا دخلت المجال الفني كنت مستانسة إنه يا سلام شهرة، مجال فني، عندي موهبة، خاطري كل الناس تشوف موهبتي. لكن بعد سنتين ثلاث أربع بديت أكبر، بديت أشوف نفسي أمام مسؤولية. لا يا هيفاء، ترى المسألة أكبر بوايد من أنه مجرد مسلسل فني. اليوم الدراما التلفزيونية هي وطنية. صحيح. الدراما سياسية. بالضبط. اجتماعية. شاملة كل شيء. شاملة كل شيء. طبعاً تتكلم عن مجتمعنا ككل بكل مشاكلنا. فلازم إحنا نتحمل هذه المسؤولية ونكون قدها ونمثل بلادنا أفضل تمثيل يعني في جميع المحافل. وأنت مثلت البحرين خير تمثيل، لكن هيفاء أنت يعني معروف عنك أن أنت ما تترددين أن ترفضين أي عمل وطني، دائما أي عمل
يخص الوطن هي فوات أغبله. من سنتين شفناش في فاصل يخص العيد الوطني واحتفالات العيد الوطني، كان تصويره في منطقة العدلية. خبرينا عن هذه المشاركة، خصوصا بعد العام بعد شفنا لك في كان لك فوتوشوت بعد بالزي البحريني الشعبي. هل هي فوات عبر كذا تجربة؟ عندي شيء؟ عندي كذا تجربة، هي آخر تجربة صورت بعد نفس الشيء كذي صور فوتوغرافية في البر وأنا لابسة ثوب مثل سديري، لا ثوب النشل، هذه شوي أقدم. أنا سويت ثوب النشل من باب أني شوي أروح للتراث البحريني، بس الفكرة اللي الأحدث هي آخر واحدة، لأن إحنا في زمن محتاجين أن إحنا نعزز الجيش اليوم يقوم بدور يعني جبار صح في حماية وطننا، خصوصاً أنتم عارفين المنطقة قاعدة تمر بأوضاع غير مستقرة. صحيح. فالوقت ذي حكومتنا وبلادنا محتاجة من الشعب إن نتمسك ببعض بالضبط. وندعم بعض علشان نحمي بلادنا. ومن الأشياء المهمة اللي لازم ندعمها ولازم نوقف معاها وهو طبعاً الجيش البحريني. سويت هذه الفكرة عادي، يعني حبيت أن أطلع شوي عن المألوف وعن اللبس الثوب النشل وكذا، لبست سديري اللي يعني الخام يكون من اللي هو الخلق الجيشي، لبس الجيشي، وصورت كذا صورة وأنا يعني ميودة علم البحرين، وهذه كلها تعبيراً بس يعني حبيت أني أشارك بلادي يعني في هذه المناسبة، وأطلع بلوك جديد وشيء جديد وفيها نوع من الدعم للجيش ولبلادنا. هاي المعروف عن هشام سعد. نرجع حق الدراما البحرينية، يلا نرجع. متى بنشوف الدراما البحرينية بعمل جديد؟ هل أنتم كفنانين بحرينيين يعني مثلتوا البحرين خير تمثيل وصار لكم تاريخ في المجال الفني وانطلاقاتكم كانت من البحرين، أسماء كبيرة موجودة في المجال الفني، هل أنتم يعني حريصين أنه ممكن يكون في عمل درامي بحريني إن كان تراثي أو غير تراثي، تحرصون أن يكون في شيء في كل رمضان تحاولون بينكم بين بعض تتواصلون أن يكون في عمل يخص البحرين وباسم البحرين؟ أنا لو بيدي والله يعني كان ما خليت الوضع مثل ما قاعدين نشوفه. يعني إحنا اليوم أنا أقدر أعبر عن الدراما البحرينية أنها شبه ميتة إذا ما كانت فعلاً ميتة، بس الفنانين البحرينيين معطينها الإنعاش إن كان تواجدهم في البحرين أو خارج البحرين. في محاولات يعني شوف إحنا كفنانات بحرينيات لاقين فرصنا برا البحرين، إحنا محتاجين الطاقة اللي عندنا والإمكانيات اللي عندنا وموهبتنا، بدال ما إحنا نفيد غيرنا ليش ما نفيد بلادنا؟ صحيح. ليش ما إحنا اللي نساهم في رفع الدراما؟ احنا كان ينضرب فينا المثل بالدراما البحرينية. صحيح. وكانت أعمالنا كلها تراثية من البيت العود فرجان الأول وحزاوي الدار وسعدون انتهاء نيران، يعني هذه أعمال كانت مشاهدة من قبل دول الخليج بالضبط. بشكل في حرص منهم وحافظين للحين، في ناس حافظين الأحداث، يعني هذه دليل إن كان عندنا انتعاش في الدراما ومستواها أيضا يعني تحوز على جوائز، يعني ومستواها راقي. وللأسف من بعد نيران يمكن قدمنا عمل سديم مودرن، وبعد سنين تقريبا 6 أو 7 سنوات قدمنا قيود الزمن أعتقد، أو يمكن عملين أو 3، يعني ما أبي أذكر أسماء بعدين أنسى، لكن في صار ركود مو طبيعي، يعني تتوقف مثلا 4-5 سنوات عقب تشتغل مسلسل واحد، وهم المسلسل ما يشبع صراحة، ما يشبع يعني رغبتنا كفنانين، لأن احنا نتكلم عن كم عدد الفنانين في البحرين، إذا بتشتغل مسلسل واحد ما تقدر تشغل الجميع. صح. وعلى حسب الكاركترات وعلى حسب الأدوار، فالكل متعطش صراحة. زين هيفاء، أنتوا كفنانين بحرين بهالمناسبة أنا أتمنى
وإذا يسمحوا لي زملائي وزميلاتي نتكلم عنهم، إحنا نطالب بصراحة يعني وزارة الإعلام إن تخصص ميزانية ولو قليلة في إنها تقدم لو عمل عملين في السنة، واحد تراثي واحد مودرن واحد خلال الله، بس المهم إنه يعني نطلع يعني إن شاء الله إن شاء الله من عقب ذي اللقاء أن تكون هي فاتحة خير. هفاء، ممكن الفنان البحريني خصوصا أنتوا يعني كجيل ظهرتوا في فترة كانت في عز الدراما البحرينية، هيفاء حسين، جمعان الروائي، علي الغرير، يوسف بهلول، فنانين كبار يعني. أنا كنت آخر الجيل ذي يعني، لأن الجيل الجديد حتى اللي طلع مثل شيلة وأبرار وغيرهم من البنات يعني، يمكن اللي ساعدهم إن شيماء نوجه لها تحية طبعاً، أختهم في نفس المجال وإحنا شغالين برع، فهذه ساعدهم إن يطلعون برع البحرين. بس هم أصلاً ظهروا في وقت الدراما عندنا يعني ما اشتغلوا. هيفاء، هل ممكن إن هالمجموعة الفنانين البحرينيين ممكن ينشئون معهد مركز تدريبي من خلاله ممكن يخرجون مواهب بحرينية قادرة إن هي تأثر في المجتمع، قادرة تمثل الفن البحريني؟ كلنا محتاجين دعم من الحكومة. إذا الحكومة اهتمت بالدراما وبالفن وبالفنانين، أكيد البحرينيين ما رح يعني يتأخرون عن هذا الشيء، لأن في النهاية أنت الفنان تبي الذبحة، وقف الشغل عنه، بيكون فعلا من داخله ميت. لأن أي فنان علشان يحس نفسه عايش في هالدنيا وقادر يعطي، معناته محتاج فرصة في أنه هو يعبر عن هذا الفن ويعبر عن طاقته، لكن قتله بوقف هذا المجال الفني. هيفاء، احنا بنختم لقائنا برسالة، بكلمة توجهينها للقيادة البحرينية، للشعب البحريني بمناسبة احتفالات البحرين بالأعياد الوطنية، فشو تقولين حق البحرين وانتي لابسة علم البحرين؟ ما أقدر أقول شيء غير أن يعني يوم نقول نفديك بروحنا، هذه مجرد كلام يعني، يوم أن الديرة تحتاجنا فعليا كلنا أكيد بنوقف يدا بيد، نتحمل كل الصعوبات، كل شيء ممكن يواجهنا يزعزع أمننا، فأكيد إحنا قدها ونصير جنود للحكومة، دروع للحكومة ولبلادنا، مثل سور نحميها كذي عن أي ضرر ممكن يصيبها. وهاي الشيء اللي يميز البحرينيين، حبهم وولائهم للقيادة وللوطن، هاي الشيء اللي حافظ البحرين ودائما رافع راية البحرين الأبيض والأحمر دائما في العلالي وفوق السماء إن شاء الله. الفنان البحريني هيفاء حسين، نشكرك على هالوقفة وأن خصصتين لو وقت بسيط، وأنت بتروحين المطار عقب كم، يمكن عقب ساعة والله ساعتين. نتمنى لك كل التوفيق، ونتمنى نشوف هيفاء حسين البحرينية دائما خير ممثل للوطن إن كان في البحرين أو خارجه. أنا من حسن حظي بصراحة يعني، الحمد لله أنك كلمتني أمس. الحمد لله. يعني من حسن حظي أن أنا قدرت أني أتواجد معاكم اليوم، خصوصا مثل ما قلت لك كثيرة السفر ومقيمة بين البحرين والإمارات، لكن أكيد ما نتأخر عن بلادنا، وأي وقت تطلبونا وبدون حتى ما تطلبونا أكيد إحنا بنكون أول متواجدين إن شاء الله. وهاي اللي ميز البحرين. شكرا لك. الله العافية. هذا إحنا كلنا اجتمعنا، شنو الخبر اللي تبين تقولينه؟ إيه بس خالد وينه؟ مشغول برا، بيرجع بعد ساعة. عيل ننتظره. لا حرام عليكم، ننطر بعد ساعة؟ كان ودي تسبقيني، بس هذه إرادة الله. أنا حامل. مبروك يا نادية، مبروك يا حبيبتي، مبروك، تستاهلين. الله يبارك فيك. صدق الله، مبروك 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 مبروك، الله يبارك فيك. و
وصلنا مشاهدين لنهاية حلقتنا اليوم. كل عام والبحرين بخير، والله يديم أفراحنا، ومع السلامة.